بس البيت حلو، الصرف باين قوي ما شاء الله. ماشي كده، لقينا الحرباية الصغيرة، فين بقى الحرباية الكبيرة؟ حرباية ايه؟ على ما اظن يا ماما ان الحرباية الكبيرة اللي هي مامتك. طب والحرباية الصغيرة؟ اللي هي مامتي. تقصد ماما؟ والله يا مازو دي من ساعة ما خدت الفلوس اتبرت مننا وهربت من العمارة وما نعرفش عنها حاجة، لكن انا والله يا مازو والله كنت ناوية اديلك فلوسك بس. حساب الفلوس لسه ما جاش، هو حسابه عسير بس لسه ما جاش. دلوقتي عندنا حاجة أهم بكتير. شكراً جداً للسيد بسيوني سمير إنه هيفيدنا بخبراته. الحقيقة إحنا مبسوطين جداً يا بسيوني بيه إن حضرتك مشرفنا النهاردة. حقيقي فعلاً شخصية سرية زي حضرتك هتفيدنا كتير، ده غير إن حضرتك تقدر تخش القلب بسرعة من غير استئذان. والله أنا خايف أدخل من غير استئذان يكون حد خلع راسه ولا حاجة. تغير نوعي. إيه بيقولي لي يا بيسو على طول؟ في الحقيقة أنا كطفل من أبناء الطبقة الراقية اتولدت وفي بقي معلقة ذهب، لكن ده ما منعنيش إني أبدأ حياتي من تحت قوي 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 قوي، من تحت الصفر في أوروبا لحد ما بقيت مالت. مالت إيه يا ابني أنت؟ يقصد يعني مالت مليونير. وحضرتك تعرفهم يا بسيوني بيه؟ لا والله أنا ما دخلتش الطبقة دي من سنة 96، لكن يكون ابن حد من أبناء الطبقة المتوسطة أو نواحيها يعني. ده شكله بيستعر مننا يا مستر وسيم. طب تحب أفرج الناس دي على صورة الوحمة ولا أقول لهم على مكانها؟ هي كانت وحمة؟ أعتقد يا جميل إن هم كانوا كذا وحمة. أيوة افتكرتك، وأنا أقول شفتك فين قبل كده. أنت ابن الحاج السريتي تاجر الأدوات الصحية في سويسرا. أيوة. مسز ابتهاج أستأذنك، عندي عمل خيري طارئ هروح أعمله وأجيلك على طول. عن إذنكم. خش يا مالت. الله يا عشرة الزمن الجميل، وحشتوني. كذاب قوي قوي. كفارة رجالة. ده طلع فاكرنا برضك يا مستر وسيم. أمال عملت من إيطاليا ليه لا مؤاخذة؟ يا جماعة افهموا، نادي بولي اللي انتوا واقفين جواه دلوقتي أنا وشوكار مراتي شركة فيه، يعني أنا دلوقتي أونر. أنا ممكن أبعت أجيب أي حد من السيكيوريتي يطردكوا برا. أونر؟ أونر وبتستعر مننا؟ يا خسارة الفترة اللي أنا قعدتها في السجن عشان اللعبة اللي كلنا كنا مشتركين فيها يا بسيوني. يا جماعة من فضلكم قدروا موقفي، أنا دلوقتي أونر وما ينفعش أونر زيي يعرف ناس أرباب سجون زيكم. أنا أونر. أوفر، بقيت أوفر يا بسيوني يا ملط. تستعر مني أنا يا كلب الست. بلاش موضوع كلب دوت، إذا كان هو كلب أنت 101 كلب. أيوة صح. طب أنت مش مكسوف إن أنت عايش بفلوس شويكار؟ عيب يا وسيم، شويكار دي مراتي والحياة مشاركة، ودي حاجة ما تعيبنيش. مش موضوعنا يا مستر وسيم، إحنا عايزين ياخد معانا السيلفي وبعد كده يغور. سيلفي لأ، الإيمج بتاعي ما يسمحش. أنت هتيجي معانا ولا أديك طلقة في الإيمج بتاعك؟ إسراء فين؟ طريقها فين؟ لسه شغالة في الفندق؟ لا الفندق خلاص، الحكومة شمت خبر بالفندق بتاع مالك بيه، قفلوه وأعلنوا عنه في المزاد. يعني إيه؟ إسراء فين؟ قيسوا الحب فين؟